السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير. بداية نصلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم نحن في هذا المكان الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا المكان اسمه منتزه الأمير سلطان في أبها، قديما كان اسمه منتزه القرعة. أهلا، حياك، كل عام أنت بخير، صحة وسلام، الله يتقبل منا ومنكم. فالشاهد في الأمر، كنا جالسين نتكلم ونقول أنه هذا المنتزه اسمه منتزه الأمير سلطان، قديما كان اسمه القرعة، بعدين غيروه إلى الفرعة، الآن منتزه الأمير سلطان. فمكان جميل جدا، يبعد عن أبها يمكن 30 كيلومتر تقريبا، مكان ما شاء الله يقصد من السياح والمصطافين اللي يجوا على أبها ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الضباب، خليني اقلب الكاميرا ونصور لكم كذا عديد من اللقطات ما شاء الله تبارك الرحمن. خلونا ناخذكم كذا بجولة في المكان تبارك الرحمن. الآن درجات الحرارة، ونحن الآن في شهر شوال في ثاني أيام العيد، نسأل الله عز وجل أن يجعل أعيادنا وأعيادكم فرح وسرور وهناء، وأن يتقبل منا صيام شهر رمضان، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم من النار. فهذه الأجواء، الصورة تتحدث، العوائل مجتمعين من كل البلدان ما شاء الله، في جماعات كذا شفناهم من الشام، في جماعات ما شاء الله من السودان، إخواننا من مصر، يعني من كل المناطق موجودين متواجدين في هذا المكان الجميل ما شاء الله. درجات الحرارة معتدلة، نحن الآن بعد العصر مباشرة، درجات الحرارة تقريبا حدود يمكن 20 تقريبا، يمكن في المدينة المنورة في الوقت الحالي أتوقع درجات الحرارة 40، الله يعينهم. أبها جمالها في المناظر الحلوة والأجواء الجميلة اللي فيها، لكن تبقى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدة المدن، وكذلك مكة المكرمة، كلاهما عينان في رأس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أجواء جميلة. طبعا مطرنا بفضل الله وبرحمته قبل قليل ما شاء الله، كانت أمطار جميلة ما شاء الله، ما فيها لا هذه الغزارة ولا هي أمطار بسيطة. المكان نوعا ما مخدوم في بعض الأماكن، في دورات مياه، في بعض الألعاب، لكن أيضا يحتاج اهتمام أكثر. شوف هذه إطلالة على هذا الجبل، في إطلالة على تهامة، إن شاء الله أني بصورها لكم. خلينا ماشيين في هذا الطريق، إن شاء الله حتظهر معنا تهامة في الأمام. أنا بضع لكم رابط المكان يعني في الخريطة، من أحب أنه يجي على أبها ويزور مثل هذه الأماكن، أماكن جميلة ما شاء الله، تجيب معاك أكلك وتجي، حتى لو حبيت أنك تطبخ في هذا المكان، يعني المكان مفتوح ما شاء الله، والأجواء أجواء عيد. تخيل أجواء عيد وضباب أمطار، الله يرزقنا الجنة وإياكم ما شاء الله. طيب نكمل باتجاه اللي هي تهامة أو إطلالة، تهامة إطلالة قريبة عند السيارات اللي واقفين هناك، لأن إن شاء الله نتقدم ونصور لكم الإطلالات ما شاء الله. من الأماكن اللي ما شاء الله الناس تقصدها، في عندنا الحبلة، في عندنا القرعة اللي نحن فيها، أو المنتزه الأمير سلطان، هذه اللي نحن فيها. في عندنا منطقة السودة، طبعا كانت من ضمن الخيارات انه نطلع لها، لكن سبحان الله الاجواء باردة في السودة، تقريبا درجة حرارة 12-13 ان شاء الله.
خلاص قربنا من الإطلالة. طبعا المنطقة فيها قرود، بعض الناس يمكن يتحسس من القرود، فيه قرود لكن الآن بما أنه في زحام فتحصل القرود متخبية في الجبال تنتظر أن الناس يمشوا عشان تجي تأخذ من فضلاتهم أو عشان يلموا فضلاتهم، سواء المرمية في الزبالة الله يكرمكم، أو اللي يعني بعض الناس الله يهدينا وإياهم يترك فضلاته في الطريق أو في مكان جلوسه، فتجي القرود وتأخذ من هذه الفضلات. اللي تابعنا لأول مرة، نحن تصويرنا في الأصل في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تغطيات عن معالم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعن السيرة المكانية أقصد بالتحديد، وكذلك في شيء عن السيرة النبوية المقروءة والمسموعة وأماكن اللي الناس تقصدها من أجل الخدمات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله، ما شاء الله. أي شيء يعني يهم أهل المدينة وزوار المدينة يبغوا يعرفوه عن المدينة، فهذا المكان إن شاء الله، أو القناة، قناة أخوكم محمد الرئيس، إن شاء الله أن تكون مفيدة لكم. شوفوا هذه الإطلالة، إطلالة جميلة على تهامة، ما شاء الله. شوفوا الناس اللي هناك اللي طالعين على هذه القمة، طالعين عشان يصوروا هذه الإطلالات الجميلة. وهذا هو مطل تهامة، ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله، منطقة مرتفعة ما شاء الله. شوفوا هناك الناس، هذا اللي قاعد يتصور، الله يصلحه ويحميه. مكان شوي يخوف. سامي صوت القرود، نشوف في شيء قرود هنا ولا ما في. ايوه شوف القرود اللي هنا، هو قرود، مجموعة قرود. هذه واضحة معكم ولا ما هي واضحة؟ أنا بالكاميرا ما أشوفها لكني شايفها بالعين المجردة، شايفها. عموما المكان جميل، يستاهل الزيارة منكم. طبعا لا يوجد شبكة، شبكات يعني هنا ضعيفة للأسف. الآن خلاص نرجع، زي ما شايفين الناس يجوا مثلا يجلسوا في هذه المناطق، هذه المناطق تصير لسه خضرة أكثر من كذا، لكن لسه نحن الآن في بداية موسم الأمطار في أبها في جنوب المملكة. طبعا أبها تبعد عن المدينة حدود 1050 كيلومتر أو 1070 كيلومتر، نحن يعني اضطرينا أنه نجي عن طريق الطيران، لكن من جدة إلى أبها، باعتبار أن الطيران من جدة إلى أبها يكون أرخص شوي، لكن اللي حابب مثلا يجي من المدينة إلى أبها لو كان شخص واحد يعني ما حتفرق معاه كثير، فيطير يأخذ من أبها إلى أو من المدينة إلى أبها. وفق الله الجميع. هذه كانت إطلالتنا من هذا المكان الجميل، من أبها البهية، تحديدا من منتزه الأمير سلطان ابن عبد العزيز رحمه الله. يقال أن اللي سمى هذا المنتزه بهذا الاسم هو الأمير خالد الفيصل، يوم اللي كان أمير على منطقة عسير، وفقنا الله إياه لمراضيه
وجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.